اهلا بحضراتكم من جديد في صباح الخير يا مصر. رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم باقي فقراتنا. في برامج ومبادرات كتير جدا في الفتره اللي فاتت بقينا نسمع عنها على طول، منهم برنامج تكافل وكرامه التابع لوزاره التضامن الاجتماعي واللي حصل على شهاده دوليه جديده على كفاءته ونجاحه في خفض نسب الفقر. الشهاده دي من البنك الدولي اللي اكد نجاح الحكومه في ادارته ضمن شبكه الامان والحمايه الاجتماعيه خصوصا مع انتشار فيروس كورونا. عشان نعرف كل التفاصيل دي معانا في الاستوديو منورنا دكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانيه لتكافل وكرامه بوزاره التضامن. صباح الخير على حضرتك يا دكتور ياسر، واهلا بيك معانا في صباح الخير. صباح الخير يا فندم، واهلا وسهلا بحضرتك. طيب يعني بدايه عايز اعرف من حضرتك الاشاده دي معناها ايه؟ معناها طبعا كفاءه البرنامج بدايه من الاراده السياسيه في 2015 نظرت لبرامج الحمايه الاجتماعيه في الفتره السابقه. فبرامج الحمايه الاجتماعيه كانت مقتصره على فئات محدوده ما كانتش تقدر تغطي يعني مقصور عليها. فصدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 15 لسنه 2015 لاستهداف فئات جديده غير الفئات الموجوده وتعديل فئه قيمه الدعم. فتم صدور قرار 15 لسنه 2015 من السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي لعطى من حق رئيس الوزراء بناء على اختصاصات الوزير المختص ووزير الماليه استحداث برامج جديده تشمل فئات جديده غير الفئات المشموله في قانون الضمان الاجتماعي اللي هو 137 ل 2010. خلينا نعرف الساده المشاهدين يا فندم ايه هي الفئات الجديده اللي استحدثها برنامج تكافل وكرامه؟ طبعا فئات تكافل استحدث فئات جديده اللي هي الارمله ذات اولاد والمطلقه ذات اولاد ومهجوره العائل ذات اولاد والفئات اللي هي غير منتظمه العمل، يعني زوج وزوجه واولاد غير منتظمين في الاسره ليس لديها دخل ثابت ولديها دخل متغير. الفئات دي دخلت ضمن فئات تكافل بشرط ان ما يكونش طبعا عندهم تامينات اجتماعيه، ما يكونش عندهم اراضي زراعيه، ما يكونش مساحات معينه. استهداف الفئات التكافل دي كان رب الاسره بياخد 305 والسيده بتاخد 325 بالاضافه الطفل في التعليم في المرحله الابتدائيه 60 جنيه، في المرحله الاعداديه كان 80 جنيه، في المرحله الثانويه 100 جنيه. الفئات دي تم زيادتها بقرار رئيس مجلس الوزراء في 2018 وتم تعديلها وشملت فيها زياده اللي هي الفئه اللي هي الاقل من سن التعليم. بقت فئه سن التعليم بقى 60 جنيه، المدرسه الابتدائي بقى 80 جنيه، الطفل في المدرسه الابتدائيه 80 جنيه، الطفل في المدرسه الاعدادي 100 جنيه، الطفل في الثانوي 140 جنيه. بالاضافه للفئات بقى كرامه تم اضافه كان في قانون الضمان الاجتماعي كان المسن اللي هو 65 سنه كان بياخد هو لوحده، ما كانتش الزوجه بتاخد الا نسبه بسيطه. تم اضافه الزوج والزوجه بقى دلوقتي فئات كرامه الزوج بالاضافه للزوجه كانت 350 جنيه. في القديم كان 350 جنيه و60 جنيه، دلوقتي بقى في كرامه 350 جنيه و350 جنيه، وتم تعديل القيمه في 2018 بقى 450 جنيه و450 جنيه. للزوج والزوجه. للزوج والزوجه. بالاضافه لفئه كذلك الفئات اللي هي العجز بقى من حق الاسره اللي كانت تاخد 350 جنيه تم تعديلها في 2018 بقرار سيد رئيس الوزراء ب 450 جنيه، والاسره من حقها لو كان فيها ثلاث افراد معاقين من حقها ان تاخد داخل اسره واحده، يبقى ومن حق الجمع من حق الاسره الجمع بين تكافل وبين برنامج كرامه. يعني الأسرة من حقها إن هي تاخد 325 جنيه للسيدة، ولو كان عندها ثلاثة بحد أقصى معاقين من حقها إن تاخد 1050 جنيه. وتم إضافة فئة جديدة في 2018 اللي هي فئة الأيتام وتحويلها من قانون الضمان، كان فئة الأيتام بياخد 56 جنيه، أصبح اليتيم دلوقتي ومن حق الأسرة اللي فيها ثلاث أيتام اليتيم الواحد 350 جنيه. طيب يا دكتور يعني كمان الاشاده من البنك الدولي يعني تحديدا جت عن دعم برنامج التكافل وكرامه للمراه، وحضرتك اتكلمت الحقيقه يعني وحضرتك بتشرح دلوقتي باستفاضه عن المراه المعيله وكمان عن الارمله وغيره. عايز اعرف من حضرتك كمان ايه الفرص اللي بيقدمها برنامج تكافل وكرامه للمراه عشان يستحق هذه الاشاده من البنك الدولي؟ طبعا برنامج تكافل بخصوص المراه ان الكارت بيصدر بيصدر باسم السيده، ما بيصدرش باسم الزوج، بيصدر باسم الزوجه،
واجمالي الكرو يعني الكروت اللي باسم الزوجه في برنامج تكافل وكرامه وصل ل 75% من اجمالي المستفيدين في تكافل. بالاضافه ان يعني هي المراه رقم واحد بالنسبه للتكافل، ان هي المسؤوله عن الاسره وهي المسؤوله عن رعايه الاولاد، وهي لازم تكون في الظروف الضعيفه وفي الظروف الاسر اللي محتاجه دعم ومحتاجه مسانده، لازم يكون بالنسبه لنا ان يعني يكون الدعم النقدي في ايد السيده، بحيث هي الاولى بالرعايه وهي الاولى بالطفل وهي اللي عنايتها بالطفل بتكون اكتر. دكتور ياسر، برنامج تكافل وكرامه بدأ في مارس 2015، من لحظه ما ابتدى لحد دلوقتي، يعني خلينا نقول كان فين ووصل لحد فين؟ برنامج تكافل وكرامه بدأ في مارس 2015، بدأ في بعض محافظات الصعيد اللي هي اسيوط وسوهاج وبعض مراكز الجيزه، كانت طبعا دي من ضمن المناطق المستهدفه الاكثر الاولى بالرعايه. بدأ في 2015 ب 63,000 اسره. الاعداد ابتدت تزيد تدريجيا من 2015 ل 2020، ارتفع العدد ده ل 2018 لمليون و800,000 اسره، وصل حاليا في اخر صرفيه نوفمبر ل 3,600,000 اسره، طبعا بما يعادل 14,500,000 مستفيد. مستهدف خلال الفترة الجاية إن شاء الله إن يوصل لأربعة مليون أسرة، بما يعادل 16,000,000 مستفيد من تكافل وكرامة. طيب دكتور، يعني الحقيقة إنه برنامج تكافل وكرامة مش بس قائم على الدعم المادي للأسر، لكن كمان بيكمل معاهم فيما بعد. حضرتك تكلمنا لو سمحت عن برنامج فرصة كمان. هو برنامج فرصة هو مكمل طبعا لبرنامج تكافل وكرامة، ان احنا هدف وسياسة الحماية في وزارة التضامن اتغيرت من احساني لتنموي. دلوقتي بنركز على التعليم، بنركز على الصحة، بنركز على توفير فرص عمل. طبعا بيتم اعادة وتسجيل الاسر كل 3 سنين او كل 3 سنين تحديث واستخراج الاسر اللي هي تم تحسين ظروفها وتم تحسين مستواها الاقتصادي بناء على التدخلات اللي تمت من خلال الوزارة في خلال الفترة دي. ما بنسيبش الأسرة، بنقول للأسرة يعني أنت مستمرة معانا في الدعم النقدي لمدة سنة، بالإضافة لتوفير فرصة عمل في داخل الأسرة، يعني في ظل وجود فرصة العمل مع الدعم النقدي لحد ما الأسرة تقدر تقف وتعتمد على نفسها اعتماد كلي. إن هدف البرنامج التنموي طبعا إن يخرج الناس من دائرة الفقر ومن دائرة العجز للتنمية في التعليم، للتنمية في الصحة، للتنمية في الدخل. طبعاً. تبدأ أهداف البرنامج بشكل عام. أكيد. طيب لو في حد دلوقتي يا فندم حابب يشترك في برنامج تكافل وكرامة، هل في شروط مطلوبة؟ طبعاً في الباب مفتوح طبعاً لتكافل وكرامة، إن إحنا تم حصر جميع الأسر الراغبة في المساعدة، ويتم يعني بتقدم للوحدة، ما يكونش لو أسرة تكافل ما يكونش عندها نص فدان ارض زراعيه، ما يكونش عندها تامينات بدخل منتظم يفوق ال 900 جنيه، ما يكونش عندها معدات ثقيله، ما يكونش عندها مثلا يعني ملكيه سيارات او حاجات زي كده، ما يكونش الزوج مسافر للخارج. دي اهم الشروط بالنسبه للتكافل. ولو كان ما يكونش الزوج ليه وظيفه ثابته او وظيفه دايمه مؤمن عليه، في الحاله اللي زي دي من حقه يتقدم لجميع الوحدات على مستوى الجمهوريه. البرنامج متاح ده حاليا ومنتشر على مستوى الجمهوريه في جميع الوحدات الاجتماعيه، بيتقدم في حاله استحقاقه بيتم ربط المساعده. طب يا فندم، في الفتره اللي جايه بحسب الاستراتيجيه، يعني استراتيجيه طبعا برنامج تكافل وكرامه، هل في فئات تانية انتوا ناويين تستهدفوها ان هي تدخل كمان ضمن برنامج تكافل وكرامه؟ هو في بس ما تمش التصريح ليها. يعني في تفكير دلوقتي الاستهداف اللي هو طالب الجامعه. احنا دلوقتي عشان احنا التكافل وكرامه بيشتغل على التنميه تعليم وصحه ودعم طبعا كل الطلبه اللي هم في تكافل وكرامه معفيين من المصروفات الدراسيه. فدلوقتي يعني في تفكير بس لم ما فيش تصريح مباشر طبعا ان لسه يعني بتدرسوها تحت الدراسه. تحت الدراسه اللي هو الطالب الجامعي ينضم فئه من فئات تكافل، ان بدل ما ابتدائي واعدادي وثانوي، لا ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه. بس لم يوجد تصريح الى الان بالذات. طيب دكتور، حضرتك اتكلمت عن برنامج تكافل وكرامه ودعمه للاسر طبعا الاولى والاكثر احتياجا وكمان للمراه. كمان برنامج تكافل وكرامه بيقدم دعم للطفل وبيقدم دعم صحي.
لو حضرتك تكلمنا سريعا عن دعم برنامج تكافل وكرامه للطفل وكمان في قطاع الصحه. طبعا دعم برنامج تكافل وكرامه ان احنا رابطين مع الصحه، ان لابد ان الست التي لديها اطفال اقل من 6 سنوات ان تتردد على الوحدات الصحيه تتلقى الخدمه الصحيه المجانيه، بالاضافه ان احنا كل جميع الاسر التي لديها اطفال اقل من سن من سنتين بيتم تقديم منحه شهريه يعني مستمره منذ 4 شهور ومستمره لمده 6 شهور قبل الزياده، 200 جنيه اضافيه للاسره لكل طفل اقل من سنتين. وبنوجه الاسر اللي هي لديها اطفال اقل من سنتين دي بمنحه فوريه تصرف من البريد اثناء صرف المساعده الشهريه، ان لابد من تنبيه على الاسر ان يتوجهوا لمكتب البريد اثناء صرف المساعده الشهريه يقول له ان انا ليا منحه شهريه خاصه بالطفل. بالاضافه طبعا ان النواحي الصحيه ان في اكثر من 2 مليون من مستفيدات تكافل وكرامه ليهم تامين صحي، واحنا من هدفنا ان احنا نغطي التامين الصحي لكل عملاء تكافل وكرامه. ده من ضمن مستهدفات الوزاره في التنميه في الجوانب الصحيه. طبعا انا بشكر حضرتك يا فندم على كل المعلومات والايضاحات دي، وكمان بحيي حضرتك وبنحيي كمان كل القائمين على صندوق على طبعا على برنامج تكافل وكرامه. الحقيقه يعني هذه الاشاده الدوليه، وده بتتزامن كمان مع يعني دخول صندوق تحيا مصر بموسوعه جينيس باكبر قافلتين كمان، يعني دي حاجه مهمه جدا الحقيقه وحاجه مشرفه جدا لصورة مصر أمام العالم. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية للتكافل وكرامة وزارة الضامن، نورتنا يا فندم. صباح الخير.